يعني زينب وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم يلي كمان بتحمل كتير من الأجوبة على أسئلة كتير من الناس. فإذا زينب بيوجعك ضرسك أو سنك شوي صغيرة، قديه بتحسي إنه يمكن كل الجسم تخربط وبتحسي بانزعاج وألم كتير كبير؟ بيعطي توتر وقلق وهيك خربطة مثل ما قلتي، يعني بينزع كل شيء. اكيد هذا وجع صغير زينب عم نحكي عنه. كيف اذا بدنا نحكي طبعا عن اخراجات الاسنان؟ كثير من الاشخاص يمكن ما بيعرفوا ارتباطها بامراض القلب، هي المعلومه يمكن ما كثير الاشخاص بيعرفوها. رح نحكي اكثر عن خراجات الاسنان وعلاقتها وارتباطها بامراض القلب مع الدكتور ابراهيم الاجزم، اخصائي بامراض الاسنان وجراحتها. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، صباح كل نور. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. يعني تحت الهواء كان حديثنا عن الكورونا، هلا بدنا نغير شوي نحكي عن كمان امراض كثرت بزمن الكورونا، لانه العالم خففت الزيارات، خلينا نحكي خاصه دكتور الاسنان. لثة هو طبعا التهاب خراجي يمكن بيكون، بس حابين نعرف اسبابه. ليش بصير هيك أسوأ؟ يعني بصير في مثل الخراجات باللثة؟ تمام. هلا نحن اول شيء نعرف شو هو الخراج. الخراج هو عباره عن بؤره انتانيه قد تتوضع بنهاية جذر السن أو مثل ما تفضلتي عند حواف اللثة. إذا كانت عند جذر السن بنسميها خراج ذو منشأ سني، وإذا كانت عند اللثة بنسميه الخراج اللثوي. هو عبارة عن قنبلة موقوتة، عن جد يعني تشبيه الخراج بالقنبلة الموقوتة، لأنه بيكون حالة مزمنة بجوز تستمر سنة، بجوز تقعد 15 سنة. بتكون عبارة عن نقطة صغيرة أبعادها ما بتتجاوز مليمترات وبتتطور بدون أي عوارض ألمية. هي مشكلة الخراج، إنه ما عندي أنا مثل انه التهاب حاد، مثلا واحد قرب بده تظهر اعراض عليه، بينما الخراج بجوز يقعد سنين ويتفاقم وياكل العظم ويعمل ويقرح يمكن مجمع قيحي كثير كبير وبدون ما يحس فيه المريض. في عالم يعني بالصدفه لحتى تكتشفه اذا ما احتد. نكتشف الخراج نحن بحالات الاحتداد. شو يعني الاحتداد؟ يعني انا الخراج عباره عن حاله بؤره انتانيه خطيره بالجسم، كانت نايمه لسنوات عديده عم بتقاتل مناعه الجسم، لهيك الانسان ما حس فيها. يعني انا كل مناعتي مناعه جسمي راحت باتجاه الخراج لحتى تقاتله ويبقى نايم، قعد فتره طويله نايم. بس ضعفت مناعتي انا او قويه الفوعه تبع جراثيم الخراج بيعمل لي شيء اسمه الفلير اب. اكيد شايفين حدا وشه ورمان. هذا الفلير اب هي عباره عن احتداد للحاله المزمنه. مثل ما تفضلتي يعني بجوز يكون خراج لثوي المنشا او سني المنشا. طيب دكتور، اذا بدنا نحكي نحن عن الاشخاص اللي عندهم زياره دوريه لدكتور الاسنان، وفعلا كثير من الاشخاص عندهم هي الثقافه انه انا كل فتره معينه لازم ازور دكتور الاسنان، فهذا الشيء ممكن يحميهم من الخراجات او حتى ضروري نحن نشعر بالالم لحتى نحس انه في خراج؟ خبرنا اكثر. هلا مثل ما تفضلتي، الزياره الدوريه هو افضل وقايه لاي مرض موجود، يعني مو بس الاسنان، حتى الواحد لازم يعمل تحليل دم كل 6 شهور يعمل. بس نحن بحالة الأسنان يفضل تكون الزيارة كل 6 شهور الدورية مترافقة بصورة أشعة، لأنه أنا كطبيب بقدر شوف كل شيء جوا التم، اللي هو الجوف الفموي، الأسنان، اللسان، شخصه صح، سقف الحلق، الباطن، الخد، هذا فيني شخصه صح أنا. بس أنا كل شيء تحت العظم بدي شيء اسمه أشعة. مثل ما ذكرنا الخراج بجوز يكون نايم وله فترة طويلة وما عاطي أعراض هالنفخة، هذا ما بيبين معي، بيبين بالصورة. إلا بحالة واحدة، إذا أجى لعندي المريض بيشعر بعرضين أساسيات. أول شيء بيقول لي دكتور حاسس السن أطول من إخواته وعم بيجعني على العض. الشغلة الثانية هو الألم على المي السخنة، هي إذا ما كان مترافق بانتباج، وإذا كانت مترافق بانتباج بكون التشخيص خراج أكيد. تمام. نعم. طب دكتور، في هيك مقولة بتقول إنه الخراج يعني مثل ما قلت على سنين أو فترة طويلة ممكن يسبب أمراض قلبية. تماماً. فهل هذا صحيح؟ تماما. هلا الخراج مثل ما حكينا نحن عبارة عن بؤرة إنتانية متجمعة، شو بيحيط فيها؟ عم بيحيط فيها العظم، عم بيحيط فيها الأوعية الدموية من شرايين وأوردة، والنسج الداعمة للسن اللي هي اللسة. هذا النسج كلياتها المحيطة بالخراج فيها تروية دموية، يعني هالدم هذا عم بيمشي بكل الجسم، يصل للقلب بعدين للرئتين، بينقل أكسجين وبينقل غذاء وبيطلع غاز ثاني أكسيد الكربون. أي اختلاط بين الخراج مع أي وعاء دموي مرافق له بصير عندي انتقال للإنتان ضمن الجسم. أول ما بيعمل التهاب بالسحايا بالدماغ أو التهاب بشغاف القلب. في دراسة بسنة 2016 تمت بأكبر الجامعات العالمية قالت لنا إنه نسبة وجود الخراج
بترفع الاصابه القلبيه 2.7 ل 3 اضعاف. يعني الانسان معرض ينصاب بالاصابه القلبيه اذا عنده خراجات سكنيه 3 اضعاف. اغلب المرضى حتى عندنا نحن هون، يعني نحن نعتبر من الدول المتقدمه بجراحه القلب، مو بس على مستوى الشرق الاوسط، حتى بالعالم كجراحات قلبيه. اغلب المرضى اللي عندهم جراحه قلبيه سواء شبكه او قلب مفتوح، اول ما بينصحوا طبيب القلبيه اعمل بانوراما وراجع طبيبك. تمام. كمان دكتور اذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع بالتحديد، كثير من الاشخاص عم بيعانوا من امراض القلب، في حال اكتشفوا وجود خراج، طبيب الاسنان قد ايه مهم يمكن يتواصل او حتى يكون عنده معلومات عن حالته الصحيه كامله قبل اخراج هذا الخراج انه يريح مريضه؟ تمام. هلا نحن على طول في اي مشكله إلا سبب وإلا نتيجة. طيب نحن النتيجة هو الخراج، بدنا نبحث عن السبب. يعني أنا نفخ وشي ما بدي أروح على دكتور أسنان، رحت أخذت إبر، التهاب، أخذت فيتامين، أخذت، نحن هون ما شاء الله كل واحد طبيب نفسه. تمام. عالجت حالي بمسكنات ما خف الخراج أو خف وما رحت على الدكتور. أنا ما عالجت هون السبب، السبب موجود. أنا عالجت النتيجة، خففت القيح الموجود ضمن هالحجرة الإنتانية هي. نحن لازم نعالج السبب. يعني اغلب اسباب الخراجات هي معالجه قناه العصب. 90% من الحالات اللي فيها فشل او نقص بمعالجه قناه العصب 90% بتتحول لخراجات. لهيك نحن هلا كثير برز عندنا بالبلد اخر 3-4 سنين هي الاختصاص طبيب الاسنان المختص بمعالجه الاقنيه الجذريه. عندنا الميكروسكوب اللي عم يستخدم بكل دول العالم، عندنا طرق الحشي الحديثه المستخدمه بكل طرق العالم. انا على طول بنصح شوي لبس وين ما بدك، بس عالج قناة الجزر عند دكتور أخصائي قناة، لأنه كله بيتعوض. تلبيسة انكسرت تبدلها، بس قناة الجزر إذا تعفنت حيكون عندي خراج وفي احتمال كبير السن تكون مصيره القلع. مثل ما حكينا هو عبارة عن بؤرة إنتانية مشبهة بقنبلة موقوتة، يعني بيأثر على الدماغ، بيأثر على السحايا، بيأثر على القلب. نعم. طب خلينا نحكي اليوم شوي، كمان كثير من الناس يمكن كانوا عم يعالجوا اسنانهم بفتره الحظر تركوهم ورجعوا نسوا الموضوع خلص، انه او ساءت حالتهم وكمان لهلا خايفين يتوجهوا لعند دكتور الاسنان. خلينا نحكي اول شيء عن طرق يمكن المعالجه اذا كانوا بالمنزل مقدرانين يطلعوا او بمناطق بعيده او خايفين من الكورونا، وكيف طرق الوقايه مثلا. نعم. انه اذا الواحد وجع بالبيت تماما. هلا اي معالجه اسعافيه فرديه ممنوعه بحاله الخراج، بحاله الخراج يعني ما يجتهدوا ابدا، يعني يتصل، يعني يضل على كونتاكت او اتصال مع طبيبه وهو بينصحه على الهاتف احسن ما يتصرف. تمام. يتصرف لحاله، لانه هلا مضادات الالتهاب مو كلياتها لازم ناخذها، خاصه بوقت الكورونا. صحيح. بتضعف المناعه. تماما، بتضعف المناعه. ونحن مثل ما ذكرنا هلا الخراج عم بيسحب مناعه الجسم كلياتها على المنطقه المؤوفه، هذا عم بيضعف مناعة الجسم. نعم. اكيد. يعني دكتور دائما نحن ودائما لما بنستضيف طبيب اسنان النصيحة الأولى الاعتناء بنظافة الأسنان بشكل دائم، وللأسف بعض الأشخاص بيهملوا هذا الموضوع. خلينا نحكي عن طرق العناية الصحيحة لأصحاب الأسنان، خلينا نقول الطبيعية، لكمان الأشخاص اللي مركبين أسنان أو حتى وجوه تجميلية، كيف ممكن الاعتناء بالأسنان بطريقة كتير صح نحافظ على نظافة اللسة وصحتها؟ الاعتناء هو عبارة عن تفريش 3 مرات باليوم. تفريش ما بده يكون بسرعة أو مثل ما بيقولوا بالعامية رفع عتب، بده يستمر 4 دقائق، يشمل سطوح الأسنان كلياتها الخارجية والداخلية والطاحنة. الفقرة اللي بعدها استخدام الخيوط السنية. الفرشاية ما بتقدر تنظف لي 360 درجة، بالنهاية عندي نقاط تماس أنا ما حتوصل للفرشاية. وينصح بخيوط السنية المشمعة، بيكون عليها طبقة من الشمع مشان إذا في تلبيسة حشوة ما ينتش الخير. والمضامد الفموية. المضامد الفموية ما حكينا عنها هذيك المرة، لها عدة أنواع. في مضامد فموية لالتهابات اللسة بتحوي على كلورهكسيدين، في مضامد فموية للحساسية السنية بتحوي على نترات البوتاسيوم وفلور الصوديوم. بس مثل ما حكينا الطبيب هو المرجعية الوحيدة للدواء وللعلاج. نعم. يعني دكتور اكيد هي اهم شيء، يعني ختام مسك، انه دائما يراجعوا الطبيب المختص باي مشكله وما يجتهدوا، خاصه هلا صار في يمكن بدائل للادويه حتى ما عاد نفسها، فالواحد بخاف يعني يصير معه اختلاطات معينه. ان شاء الله صحه للجميع، وبنتشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا لك دكتور.